إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهدي.